بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله والشكر، اليوم تم افتتاح معرض التدريب والتوظيف في جامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف، حيث ضم هذا المعرض عدة شركات أهمها شركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة، ومن ضمنها الشركات بعض الشركات الخاصة الموجودة في القطاع الخاص الموجودة في العراق. الشركات الموجودة في العتبة العباسية المقدسة تمثلت بعدة شركات، ومن ضمنها أحد الشركات هي شركة نور الكفيل اللي هي ظاهرة حاليا خلفي، لتمثل اللي غطت أغلب محافظات العراق من حيث المنتجات التي تصدرها شركة نور الكفيل، ابتداء من اللحوم والمواد الغذائية والمواد بس وكل منتجات الألبان والمحاصيل الزراعية وغيرها، وكذلك حتى الخضروات والفواكه تمثلت بإنتاج شركة نور الكفيل. الباقي الشركات الأخرى اللي هي الساقي والمطبعة وكذلك شركة اللواء كلها تم عرضها خلال هذا اليوم من خلال معرض التوظيف والتدريب. حضر المعرض الكثير من الأخوة الضيوف والزائرين الكرام الموجودين في المعرض، وكان الهدف الرئيسي والأساسي من إقامة هذا المعرض هو التوظيف والتدريب، هو الجنبة الأساسية لإدراجه خلال هذا الوقت المحدد، هو لبيان وتوضيح لطلبتنا الأعزاء الخريجين الموجودين في جامعة الكفيل أنه من الممكن أن تتوفر لديهم فرص قد تكون ليس كافية، لكن من الممكن أن تغطي فرص في التعيين لمتابعة طلبتنا الأعزاء بالتعيين بهذه الشركات التابعة للعتبة العباسية المقدسة.